شكرا على تواجدكم معنا اليوم. نحن سعيدين بإطلاق الهوية المؤسسية الجديدة لمؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، ويمكن الاسم الجديد مثل ما شفتوا بيكون دبي الصحية، نظام صحي أكاديمي متكامل، كل الخدمات الصحية الحكومية عندنا في إمارة دبي، بالإضافة إلى جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية ومؤسسة الجليلة، راح تندمج تحت منظومة وحوكمة موحدة، مجموعة قيم. القيمة الرئيسية عندنا بتكون المريض أولا، هذه المنظومة راح تخدم إن شاء الله المريض وأسرته وأيضا الباحث والمتعلم، بالإضافة إلى وجود فرص للعطاء في هذا النظام الصحي، وإن شاء الله النظام هذا يكون عند حسن ظن القيادة والمجتمع، وراح يخدم الجميع بشكل علمي ومبني على الدليل العلمي، وخدمات صحية أيضا تدعم البحث العلمي في العلوم الحياتية. راح يدمج هذا النظام أربع مهام رئيسية: الرعاية الصحية، التعلم، الاكتشاف والعطاء. ويمكن هذا شفتوه في الهوية المؤسسية الجديدة، هي عبارة عن ثلاث يعني مهام رئيسية بقاعدة قوية من العطاء إن شاء الله، ولا سقف لطموحاتنا بإذن الله، وإن شاء الله نكون عند حسن ظن المجتمع.